الرحمن الرحيم. نحييكم عزيزي المشاهد من صالة اسكندرية، لنقدم لحضراتكم المباراة الهامة والمرتقبة بين الزمالك والاهلي ضمن مجموعة الدورة الثانية بالاسكندرية. مباراة النهاردة طبعا تهم الفريقين بصرف النظر عن تحديد المراكز، لان طبعا احنا عارفين ان اي مباراة بين الزمالك وبين الاهلي في اي رياضة من الرياضات بتبقى لها طعم تاني وشكل تاني ومنافسة خاصة. لعب الاهلي مباراتين مع الجزيرة والشباب الزقازيق وفاز في المباراتين، فاز في واحدة وانهزم الجزيرة. اما الزمالك كذلك لعب مباراتين مع شباب الزقازيق ومع فريق الزمالك، لعب مباراتين وسبورتنج وانخسر المباراتين. وكانت مفاجأة البطولة هذه الدورة هو ان الزمالك انهزم وخسر هذه المباراتين. النهارده هنتفرج على هذه المباراة، وبعتقد انها هتكون مباراة حماسية وجامدة جدا، لانها تضي الكرة والرياضة المصرية الزمالك والاهلي. قبل ما نقول اسماء الفريقين، احب اقول لحضراتكم ونتكلم عن الدورة المجمعة الأولى اللي أقيمت في مدينة أسيوط وفاز فيها الزمالك بالمركز الأول. وكان مستوى الزمالك في هذه الدورة مستوى عالي جدا، وأدى مباريات قوية جدا، وكان له اللاعبين أدوا هذه المباريات بروح جامدة جدا، وبذلك فاز في الدورة بدون هزيمة في الخمس مباريات. أما الأهلي فقد لعب كذلك خمس مباريات في مدينة أسيوط وفاز في مباراتين وانهزم في ثلاثة، من الجزيرة ومن الزمالك ومن الاتحاد، وبذلك حصل على 7 نقاط والزمالك على 5 نقاط. ومباراة الأهلي والزمالك في الدورة الأولى المجمعة اللي أقيمت في أسيوط كانت مباراة قوية جدا، والزمالك انتزع الفوز في آخر 5 دقائق من نهاية المباراة. من المجموعة والدورة الثانية يبقى مجموع نقطة 12. أما الأهلي ليه 3 في الدورة دي و7 من أسيوط يبقى ليه 10. هنقول لحضراتكم أسماء الفريقين. يمثل الزمالك اليوم من 4 إلى 15 همام عبد العزيز وأحمد عبد الله وهشام أبو سريع ومحمد عبد الظاهر وعلاء عبدون وباهي ممدوح موسى وياسر عبد الوهاب وعلي الجنايني وهشام شعبان كابتن الفريق واحمد زهران واحمد عدد فتاح وسمير جوز ودكتور اسماعيل سليم مدير فني على الفريق ونبيل السراجيلي مدرب وموسى عبد الله اداري ودكتور علي العزازي للاهداف البدني ودكتور محمود يوسف طبيب الفريق والكابتن خالد هندي على الفريق. اما النادي الاهلي من 4 إلى 15 فراد فاروق واحمد فتح الجمل وشريف علي السيد ونادر زكي وعلاء زهران وحاتم عبد اللطيف وفاروق التهامي واحمد خالد واحمد اسماعيل وهاني شعيب والسيد صابر وياسر ابو الفتوح. المدير الفني كابتن عادل شرف، مدرب الفريق نبيل بكيت، واداري الفريق شريف الجمل، وطبيب الفريق دكتور اسير فهد. يحكم مباراه اليوم الحكمان الدوليان، حكم اول عبد الغني عبد الجواد، حكم ثاني ايمن الجوري، وهم من افضل الحكام المصريين، وتمنياتنا لهم بتحكيم مباراه طيبه اليوم خصوصا بين الناديين المتنافسين. مسجل المباراه اسامه دباغ، نقاطي عمرو سعد الله، 30 ثانية جلال مصطفى، لوحة الإعلانات نبيل المصري، ومشرف الطاولة الكابتن فكري. نحن في انتظار بداية المباراة المثيرة الكبرى في صالة الإسكندرية، والجمهور قاعد هنا سعيد، ونتمنى للفريقين انهم يأدوا مباراة طيبة، ونشوف باسكت بول على مستوى فني عالي، لأن نادي الزمالك والأهلي بيقدموا لكل المنتخبات القومية وفي جميع الرياضات أبطال بيمثلوا مصر في 2005
ادي حكام الطاوله، المقاطي والمسجل وال30 ثانيه والمسؤول عن لوحه الاعلانات في الصاله. اقيمت اليوم مباراتين بين الاتحاد وشباب الزقازيق، وانتهت بفوز نادي الاتحاد، والجزيره وسبورتنج وانتهت بفوز الجزيره. لو نرجع للفرق مع الزمالك والاهلي اليوم، هنلاقي الاتحاد لعب ثلاث مباريات فاز في الثلاثه، الجزيره لعبت ثلاث مباريات فازت في اثنين وانهزمت في واحده بالاتحاد امبارح، وكانت مباراه قويه جدا بفرق نقطه. ونادي الزقازيق لعب ثلاث مباريات فاز في واحده، وهي مفاجاه الدوره، ضد نادي الزمالك وانهزم في مباراتين، ونادي سبورتنج لعب ثلاث مباريات انهزم في نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده يهمه جدا ان يفوز بهذه المباراه حتى يبقى منافسا على المركز الاول، وكذلك الاهلي يهمه انه يكسب، لان فوز النهارده هيخليه يظهر في الصوره ثاني ويبتدي ينافس على المركز الاول. اذا المباراه هتفيد اي الفريقين في حاله الفوز. كل التمنيات للفريقين لمباراه طيبه. الدكتور اسماعيل سليم المدير الفني لفريق الزمالك جمع لاعبته، وطبعا بيديهم التعليمات النهائيه لخوض هذه المباراه الكبيره والمثيره والمتكافئه. وفريق نادي الزمالك نازل بيحيي الجمهور في الملعب علشان يقول لهم يعني ارجو ان كنتوا تكونوا منصفين في اللعبه الحلوه وتشجعوا اللعبه الحلوه. وكذلك النادي الاهلي كلهم بيقروا الفاتحه مع مدربهم الكابتن عادل شرف، وبرضه بيديهم التعليمات النهائيه لهذه المباراه الكبرى. مفيش شك ان يعني كل الاجراءات والبروتوكول اللي بيحصل من الفريقين بيبقى له شكل جميل وشكل بيؤدي لرفع المعنويات ورفع درجه المباراه، علشان نشوف مباراه طيبه ان شاء الله. وادي حكمي المباراه الكابتن الجوهري والكابتن عبد الغني. كل التوفيق للحكام، لان انا بقول الحكام دورهم اساسي في اخراج المباراه على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه. الخمسه نازلين سمير جوده وعلي الجنايني وهشام ابو سريع واحمد عادل عبد الفتاح وياسر عبد الوهاب. نادي الاهلي احمد اسماعيل، سيد صابر، ياسر، احمد، خالد، وشريف. بيسلموا على بعض روح طيبه، لان الرياضه اولا واخيرا صداقه وحب وتعاون. وبعد دقائق هتبتدي المباراة ورمية القفز. فريق الاهلي بالفانيلا الحمراء والزمالك بالفانيلا البيضاء، وبدأت المباراة وكرة طويلة لياسر، وياسر داخل وشاط ما جاتش، لما احمد عادل، انما في خطأ شخصي ضد اللاعب احمد عادل عبد الفتاح، دفع لاعب من الفريق الاهلي، يبقى خطأ شخصي يستوجب اوت سايد لان ما كانش في حالة تصوير. شريف علي السيد اهلي بيمشي كورة على طول لياسر، لاحمد اسماعيل، لياسر اهلي، ياخدها احمد خالد وداخل وموه وداخل على الباسكت، وتيجي في رجل لاعب علي الجبيني، وتبقى اول سايد لصالح فريق الاهلي. طبعا مباراه جس نبض، اعصاب مشدوده. اول سايد شريف احمد اسماعيل اهلي، داخل احمد اسماعيل وطلعها لشريف بره بيموت لياسر وشاط جوه الباسكت، انما هنشوف في حكم كابتن الجوهري وكابتن عبد الغني قالوا فورسنج على اللاعب ياسر، بس هنشوف الباسكت كاونت ولا مش كاونت. هنقول دلوقتي الباسكت لم يحتسب
اوت سايد لصالح فريق الزمالك، هشام ابو سريع. زمالك فريق الاهلي بيلعب رجل لرجل. هشام ابو سريع خدها شريف، انما هو بياخدها هشام ابو سريع، دفع احمد اسماعيل ففي خطا شخصي ضده بعد ما الكوره راحت من ايده. اوت سايد الاهلي، لسه ما زالت النتيجه صفر الجميع. شريف علي اهلي، احمد اسماعيل، احمد خالد اهلي، كل ده. سيد صابر بيشوط من بره ما جاتش، لما علي الجنايني زمالك لهشام ابو سريع، ياسر عبد الوهاب، احمد عادل، ياسر بيشوط من بره قوس جوه الباسكت، برافو يا ياسر بثلاث نقاط. احمد اسماعيل اهلي، ثلاثة لا شيء لصالح الزمالك. احمد اسماعيل، شريف السيد، احمد خالد بيموه وشاط ما جاتش، لما على طول شريف اهلي طالع يحط الكورة وطلع حطها ما جاتش، صراع تحت الباسكت وخدها احمد عادل. زمالك لشريف، هشام ابو سريع، ياسر وشاط تاني ياسر ما جاتش، لما احمد خالد، سيد صابر اهلي، شريف، احمد اسماعيل من بره الكور ما جاتش، احمد خالد، اعصاب الفريقين متوتره ولذلك بيشوفوا اعصاب الوحده وشالها له سمير، برافو يا سمير. سمير ده لاعب طوله 200 مترين و17 سم، اطول لاعب في مصر. ياسر ابو الفتوح، انما في خطا شخصي ضد اللاعب شريف علي، دفع هشام ابو سريع وهو متجه لسه. برضو شارج، بنسميها شارج او فورسينج، اللاعب وهو بيجري لازم يتحرك ما يخبطش في المدافع، وعشان كده دي بيلعب دور كبير في كرة السلة الحديثة. هشام ابو سريع زمالك، ياسر بيشوط ما جاتش، لما احمد اسماعيل اهلي، سيد صابر، ياسر، ابو الفتوح بيموه وحطها جوه الباسكت، برافو يا ياسر. ياسر ده من لعيبه كويسين اللي طالعين. هشام ابو سريع زمالك، ياسر عبد الوهاب، هشام ابو سريع داخل على الباسكت وهو داخل، الكوره تيجي في رجل لاعب من الاهلي وتبقى اوت سايد لصالح الزمالك. فريق الزمالك بيلعب دفاع رجل لرجل، والنادي الاهلي بيلعب دفاع رجل لرجل. طبعا في خطط كتيره لضرب هذا النوع من الدفاع، هبقول لحضراتكم ازاي اثناء اللعب. احمد عادل داخل على الباسكت وشاطها عاليه قوي عشان خاف يشيلها له احمد خالد، انما تطلع بره الباسكت. شريف علي اهلي، ياسر، سيد صابر، احمد خالد اهلي، كل ده اهلي. سيد صابر داخل تلاله سمير، انما الحكم الدولي ايمن الجودة قال الكره كاونت انها دخلت الاسطوانه الوهميه للسله. هشام ابو سريع زمالك، ياسر عبد الوهاب، احمد عادل، سمير جوده اطول لاعب في مصر وضال يحط الكوره جوه الباسكت، برافو يا سمير. خمسة أربعة لصالح الزمالك. أحمد إسماعيل داخل وهو بيطلعها بيبصيها، أحمد عادل يطلعها بره. أوتسايد للاهلي، سيد صابر، شريف علي اهلي، احمد خالد اهلي، ياسر داخل، ياسر وبيشوط هوك شوت ما جاتش، لما سمير على هشام ابو سريع بينقل الكوره من الملعب منطقه الخلفيه لمنطقه، احمد عادل شاط جوه الباسكت، جوه الباسكت يا احمد، ثلاث نقاط بره قوس.
8-4 لصالح الزمالك. ماتش جامد ومثير ومتكافئ. سيد صابر داخل رجع كورة برافو وشاط ما جاتش، لمها ياسر ثاني اهلي وطلع حطها برافو يا ياسر. 8-6 لصالح الزمالك. هشام ابو سريع زمالك. ياسر عبد الوهاب. علي جنايني يشيلها له ياسر هيلفين برافو يا ياسر. على طول لاحمد اسماعيل. سيد صابر اهلي وهيشوط وفعلا شاط جوه الباسكت جوه الباسكت. رميه ثلاثيه 9-8 ويتقدم الاهلي. هشام ابو سريع داخل لما احمد خالد اهلي. احمد اسماعيل شريف. احمد اسماعيل طبعا كل جمهور هنا بتاع الاتحاد بيشجع الاهلي لان من مصلحه الجمهور ان الاهلي يكسب. جمهور ذواق وفاهم. شاط ما جاتش انما في خطا شخصي ضد اللاعب سيد صابر. دفع اللاعب سمير جوده بخطا شخصي. باقي على انتهاء الشوط الاول 14 دقيقه و37 ثانيه في مباراه الاهلي والزمالك في الدوره المجمعه الثانيه المقامه في اسكندريه. هشام ابو سريع. سمير جوده. ياسر عبد الوهاب. هشام ابو سريع زمالك. احمد عادل دماغه داخل وهو داخل ما جاتش. لما احمد خالد. شريف اهلي لاحمد اسماعيل. لسيد صابر من بره القوس ما جاتش. لماها ياسر وطلع يحطها فوق جوه الباص جوه الباص. 11 اهلي 8 زمالك وباقي 13 دقيقة و57 ثانية على انتهاء الشوط الأول. وياسر عبد الوهاب شاط جوه الباسكت برافو يا ياسر. ياسر ده من اللعيبة كويسين. ابن عصيور شريف أهلي. سيد صابر مباراة كويسة متكافئة والفرقتين بيأدوها على أعلى مستوى. أحمد إسماعيل أهلي. اللاعب ياسر ياخد الكورة برجله اوت سايد لصالح فريق الاهلي وباقي لا 30 ثانية من اول وجديد. اهو الحكم بيشاور في اتجاه ملعب الزمالك. احمد اسماعيل. احمد خالد هاوش وطلع حطها وهو طالع حطها. اللاعب سمير جودة يعترض بخطأ شخصي. هنشوف الحكم دلوقتي يقول ايه. الخطأ الشخصي الاول على سمير جوده. طبعا اللعيبه الطوال دول لازم المدرب يحافظ عليهم ولذلك اي اخطاء شخصيه بترتكب ضدهم بيبتدي يغيروا على طول. 11 اهلي 10 زمالك. وادي النقطه بقى 12 اهلي 10 زمالك. احمد خالد. الرميه الحره مهمه جدا في هذه المباريات لانها بتمشي مباراه متكافئه. وشاط ما جاتش لما سمير على طول لهشام ابو سريع. هشام وسامي ماو داخل على الباسكت وحط الكورة جوه الباسكت. دخلتك دي يا هشام كويسة قوي. أحمد إسماعيل أهلي. 12 الجميع أهلي وزمالك. شريف في خطأ شخص ضد اللاعب ياسر من الأهلي. دفع هشام أبو سريع وهو بيعمل سكرين. لسه ما جاتش 17 شخصية على الاهلي علشان يستوجب رمية ورمية. هشام ابو سريع زمالك بيهدي الملعب وبيشاور بايده. 10 يعني في خطة اسمها رقم 10. ياسر. سمير جودة. احمد عادل. احمد عادل. هشام بيمشي الكورة وعشان يخلخلوا الدفاع ويلاقي الصغيرة بيشوط من بره. ياسر جوه الباسكت جوه الباسكت برافو يا ياسر. رامية ثلاثية. 15 زمالك 12 اهلي. احمد اسماعيل اهلي وبيرد عليه احمد اسماعيل بواحدة ما جاتش. لما سمير على طول يدي على الفريم ميكر والفريم ميكر يبتدي يمول بقية الفرق. ياسر عبد الوهاب ادى العالي الجنايني معرفش ياخدها. زمالك اهلي خدها.
الشريف احمد خالد، وبرضه الكرة تروح منه. هنشوف دلوقتي الكرة صالح الزمالك. مباراة اعصاب طبعا. طبعا الحركة اللي بيعملها هشام ابو سريع ديت بيخلي العرق اللي في ايده يخلي الحذاء بتاعه يلمس العرق عشان ما يزحلقش الارض. يعمل توقف، ما يحصلش نوع من الزحلقه. سمير جوده زمالك وطلع وشاط. برافو يا سمير، برافو. جوه الباسكت 17 زمالك 12 اهلي، وباقي 11 دقيقه و53 ساعه انتهى الشوط الاول. احمد اسماعيل اهلي، احمد خالد بيشوط كويس، احمد برضه من بره وداخل، وهو داخل يحطها. خدها احمد عادل هشام ابو سريع ممول الفريق وصانع العابه. بيشوط ياسر عبد الوهاب من بره. يا سلام، حلو يا ياسر النهارده. ياسر متألق لانه هو حط 40 بونت في نادي الاهلي في اسيوط، هو اللي جاب مباراه الاهلي والزمالك في اسيوط. يظهر هو متخصص مباراه الاهلي والزمالك. احمد خالد اهلي، شريف اهلي، ياسر داخل، ياسر وهو داخل لاعب سمير جوده اعترضه في ركبته واحتسب خطأ شخصي لان كابتن ايمن الجوري كان بينه وبينه متر واحد. الخطأ الشخصي الثاني في تغيير دلوقتي، طلع شريف علي ونزل اللاعب علاء زهران من نادي الاهلي. اوت سايد لفريق الاهلي، احمد اسماعيل، علاء زهران، احمد خالد اهلي، علاء احمد خالد، وهو بيشوط خد خطوه زياده تبقى مخالفه. رانينج او ووك اوت سايد لزمالك، لازم يسلم الكره للحكم. هشام ابو سريع، مدرب. والحمد لله الدكتور اسماعيل سليم او كابتن عادل شرف مدربين على اعلى مستوى لانهم مثلوا مصر في اكثر من بطوله ولهم باع في كره السله. اوت سايد للاهلي زي الصابر لعلاء زهران. علاء زهران بيمتاز بالتصويب والدخول على السله بتصويب خالد، واحمد خالد شاط ما جاتش لمها ياسر، وتاني احمد شاط تاني ما جاتش. المفروض التانيه كانت لازم تيجي بقى على طول للشام لياسر عبد الوهاب، ودخلت وخدها سمير، ودخل الصراع وخدها سمير تاني، وطالع يحط الكوره رجع تاني هشام ابو سريع. عادل احمد عادل جوه الباص، جوه الباص بثلاث نقاط. النهارده الثلاث نقاط من خارج القوس مهمه جدا. الزمالك شاط يمكن خمسه جم جوه والاهلي حط اثنين، يعني النهارده يظهر صراع ومباراه بين الثلاث نقاط. اهو من بره الكوس شاط ما جاتش لمها، وصراع احمد زهران سمير بيهوش انما جوه الباسكت. برافو يا علاء، برافو يا علاء. على طول هشام ابو سريع زمالك وده، واحمد عادل بيشوط من بره ما جاتش، استرع شويه على طول لعلاء زهران. علاء زهران داخل يمتد بالدخول على السله، وفعلا
دخلوا حط الكورة. برافو يا علاء، برافو. تصبح النتيجة 23-16 لصالح الزمالك، وباقي 9 دقائق و10 ثواني على انتهاء الشوط الأول. من بره الكورة شاط لما سمير جودة هو بيلمها في المدرب الحكم ايمن الجوري، قال في خطا شخصي ضد اللاعب سمير جوده، وعلشان كده الدكتور اسماعيل سليم على طول هيغيره، لان ده الخطا الشخصي الثالث علشان يحتفظ بمجهوده طول المباراه. اهو الدكتور اسماعيل على طول بيجهز هشام شعبان كابتن الفريق علشان يقول له خد بالك خليك جاهز في اي لحظه لاني هبتدي استعين بيك في الوقت الحرج. ياسر اهلي شاط من بره جوه الباص، برافو يا ياسر. 23-18 لصالح الزمالك. هشام ابو سريع، احمد عادل، احمد عادل معاه كوره وداخل على الباص، غير رايه لهشام ابو سريع، لسه الكوره في حيازته، وشاط من بره الكوس، كان طلع لبره، وهو في خطا شخصي ضد اللاعب علي الجنايني، دفع اللاعب سيد صابر، وفي تغيير دلوقتي هنشوف هشام في احمد زهران وهشام شعبان من الزمالك، وهينزل شعيب من الاهلي، هاني شعيب من الاهلي. لازم التغيير ده مطلوب عشان بوزع مجهود المباراه على اكثر عدد من اللاعبين. علاء زهران اهلي، محل عليه او بيراقبه هشام ابو سريع. سيد صابر، سيد صابر اهلي، احمد اسماعيل، مصور ماهر احمد اسماعيل من بره، ياسر محل عليه وشاط وما جاتش، انما في خطا شخصي ضد اللاعب هشام شعبان لصالح اللاعب ياسر ابو الفتوح. هنشوف دلوقتي هيقول الحكم قال يستوجب رميتين حرتين لانه كان في حاله تصوير. الشوط الاولى، الشوط الاولى جوه الباسكت، مهمه جدا الرميه الحره في هذه المباراه، مباراه حساسه، مباراه مثيره، مباراه متكافئه بين قطبي الانديه المصريه اهلي وزمالك. في خطا شخصي ضد اللاعب هاني شعيب لصالح فريق الزمالك، برضو اوت سايد لان لسه الاهلي ما ارتكبش الا 5 اخطاء شخصيه. احمد عادل طلع دلوقتي، ونزل عبد الظاهر، محمد عبد الظاهر من الزمالك، بيمتاز دخول على السله وسريع وبيجري قبل الصور فاست بريك. هشام ابو سريع زمالك، محمد عبد الظاهر، هشام شعبان، وداخل هشام وهو بياخد الكورة. هشام شعبان يعترض بخطأ شخصي، يستوجب رمية ورمية لأن الزمالك لاعبيه ارتكبوا 11 خطأ شخصي. في تغيير دلوقتي، هشام شعبان طالع ونازل بداله علي الجنايني، ده الخطأ الشخصي الثاني. فطبعا كابتن اسماعيل سليم لازم يستفيد باللعب الطوال، فلازم يركنه شوية، يريحه شوية علشان لسه المباراة طويلة، وده شغل مدربين بقى. رامي او رامية، انجاب الاولى للحق في الثانية، وجاب الاولى، برافو يا نادر، للحق في الثانية. مهمة جدا الرامية الحرة وخصوصا في هذه المباريات المتكافئة. وشاط الثانية ما جاتش، لما احمد زهران، برافو يا احمد، على طول باهي لهشام ابو سريع. مازال الاهلي بيلعب دفاع راجل لراجل، ياسر عبد الوهاب وشاط ياسر جوه الباسكت، جوه الباسكت بنقطتين من داخل المنطقه. 27-22 لصالح الزمالك، 5 دقائق على انتهاء الشوط الاول. هاني شعيب اهلي، شوطك يا اسماعيل ما جاتش، لما نادر اهلي اداها لاحمد اسماعيل ثاني، وده اخر على الباسكت،
وبيطلع الكره بره. وهو يطلع الكره بره اللاعب احمد زهران من الزمالك يعترض بخطا شخصي، يستوجب رميه ورميه. التحكيم حقيقي في هذه المباراه كويس جدا وماسك الماتش، والماتش مش فالت منهم، ودي ميزه الحكام الدوليين يقولوا ان الماتش احنا متحكمين في اداره المباراه. وقت مستقطع طلبه الدكتور اسماعيل سليم علشان يقول لهم ايه المفروض يعملوه في الاربع دقائق و16 ثانيه الباقيه في الشوط ده، وهم فايزين 27-22 في خمسه بونت، لازم يبقى محافظ عليهم. ازاي يحافظ عليهم؟ المدرب بيقول لهم هنعمل ايه في المرحله الجايه سواء الدفاع او الهجوم. وبالمقابل برضو الدكتور الكابتن عادل شرف مدرب فريق الاهلي يقول لهم ازاي نستغل الباقي الوقت اللي جاي ده وناخد الوقت. الجمهور قاعد سعيد ومبسوط بالتعود ده فريق الجزيره بعد ما نهى المباراه اللي فاز فيها على نادي سبورتنج اللي قبل المباراه ديت، قاعد يتفرج على المباراه لان برضو اللاعب لما بيشوف المباراه بيقدر يستفيد ويقدر يعرف نقطة الضعف والقوه في الفريق المنافسه اللي ضده. احمد اسماعيل راميه وراميه، جاب الاولى للحق في الثانيه، رامي الاولى جوه الباص للحق في الثانيه. هذه المباراه طبعا ارسال حي من الصاله المغطاه بالساده الاسكندريه على هواء مباشره. شكرا للتلفزيون على نقل هذه المباراه والمباراه الاخرى. الخط الثانيه جوه الباسكت، برافو يا احمد. على طول الزمالك هشام ابو سريع صانع العاب الفريق وعقله المفكر، ياسر عبد الوهاب وداخل ياسر وشاط، برافو يا ياسر، برافو يا ياسر، حلو قوي 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 بالرغم ان هو قصير وداخل فرصه طوال انما داخل بثقه. احمد اسماعيل اهلي، برافو يا احمد وداخل، انما شالها له احمد زهران وشالها من فوق الحلقه الاسطوانه الوهميه فوق الحلقه، والباسكت يحتسب كاونت بالرغم ان ما جتش ده. طبعا دي تقديريه للحكم والحكم هو اللي بيقرر. 29-26 لصالح الزمالك وباقي 4 دقايق و15 وصاص ما جاتش. ياسر لما هاني سعيد، احمد اسماعيل العقل المفكر للاهلي على طول لعلاء زهران لياسر ابو الفتوح نادر اهلي داخل نادر وهو داخل في خطا شخصي ضد اللاعب باهي ممدوح، خطا شخصي يستوجب رامي اورا. زمالك 29 اهلي 26. رامية ورامية الشوط الاولى ان جات للحق في الثانيه ما جاتش يبقى ما لمستش حاجه يبقى اوت سايد لصالح الزمالك. اوت سايد لازم الكره تسلم الحكم والحكم يسلمها للاعب، ده القانون اللي اتعدل فيه كاس العالم الاخيره في الارجنتين. هشام ابو سريع شاط هشام وهو داخل في لاعب في خطا شخصي ضد اللاعب هشام فورسنج، وده الخطا الشخصي الثالث، وعشان كده الدكتور اسماعيل طبعا هيتصرف على طول. اهو فعلا بدا يجيب لاعب صانع العاب، راميه وراميه لياسر ابو الفتوح. الشوط الاولى جوه الباسكت للحق في الثانيه 29-27 لصالح الزمالك يصلي النقطتين بعد ما كان 8 نقاط. وهيشوط الثانيه الشوط الثانيه ما جاتش لما هاني شعيب وهو بياخد هاني شعيب دفع اللاعب احمد زهران فورسن ضده يستوجب ما بقتش حاله، كانت الكره في حياه الاهلي او في حياه الزمالك رامي اورم. في تغيير دلوقتي احمد سليم نزل احمد سليم نادي الزمالك نزل بدل هشام ابو سريع، ياسر عبد الوهاب زمالك والكره تقع وخدها علاء زهران وداخل على الباسكت داخل على الباسكت وهو داخل على الباسكت الباسكت كاونت وفي خطا شخصي ضد اللاعب احمد
قائد العبد الفتاح يعترضوا بخطأ شخصي، الكورة جوه الباسكت وليه رمية إضافية، وتصبح النتيجة التعادل والمباراة هتحلو وهتبقى جامدة وهنشوف. وطبعا الجمهور هنا مستمتع والسادة المشاهدين مستمتعين بهذه المباراة. التعادل جه وليه رمية إضافية وصاد وما جاتش، لماها أحمد زهران، أحمد سليم زمالك على طول لياسر عبد الوهاب وهو داخل يقودها ياسر. علاء زهران يعترض بخطأ شخصي يستوجب رمية ورمية. تعادل وباقي 3 دقايق و26 ثانية انتهى الشوط الأول و29 الجميع. ورمية ورمية لياسر عبد الوهاب، ان جاب الاولى الحق في الثانيه وجاب الاولى، برافو ياسر. هنا اللعيب اللي اعصابه جامده ومتدرب على الرميه الحر عمره ما يجلي. وهيشوط الثانيه وشوط الثانيه جوه الباسكت، النتيجه لصالح الزمالك 31-29، فرق نقطتين. احمد اسماعيل شاط جوه الباسكت، تعادل ثاني 31 الجميع. احمد سليم، علي الجلاني، كرة طويلة تطلع بره لصالح الاهلي. الجمهور هنا كل جمهور الاتحاد متحمس لصالح الاهلي عشان عارف ان فوز الاهلي لصالح الاتحاد. احمد اسماعيل اهلي، ياسر وداخل ياسر وجوه الباسكت، جوه الباسكت 33-31 لصالح الاهلي، ودي اول مره الاهلي يتقدم على الزمالك هذا الشوط. احمد اسماعيل خدها من احمد سليم وداخل ورجعها ورا وخدها جوه الباسكت، جوه الباسكت، جوه الباسكت. وفي وقت بالصدفة طلبوا الدكتور، طلبوا الدكتور اسماعيل سليم مدرب الزمالك. النتيجة 35-31 لصالح الاهلي، وباقي 2:31 على انتهاء الشوط الاول. المباراة جامدة وحماسية وفعلا مباراة على مستوى القمة وعلى مستوى قمة الناديين زمالك واهلي، وما فيش شك ان احنا ما بنشوف مباراة طيبة بين الناديين الكبار، ده لصالح مصر ولصالح كرة السلة. الزمالك من تحت الباسكت، باهي، باهي ممدوح موسى، محل علي نادر هو اللي بيراقبه. ياسر عبد الوهاب، احمد عادل، باهي شاط ما جاتش، انما في خطأ شخصي ضد اللاعب علي الجنايني. يعترض اللاعب من النادي الاهلي فيعتصب خطا شخصي يستوجب رميه او رميه لصالح اللاعب احمد خالد. 35-31 لصالح الاهلي وباقي 2:07 عن انتهاء الشوط الاول، وفي رميه ورميه لصالح اللاعب احمد خالد. ان جاب الاولى للحق في الثانيه، ما جابش الاولى تبقى كوره في اللعب. الشوط الاولى جوه الباسكت يبقى ليه الحق في الثانيه.
نقاط لصالح الاهلي، ومدرب الزمالك كمان يقول لهم يعملوا ايه الدقيقه ونص ديت علشان يقول لهم ازاي نجيب التعادل، لان لما الزمالك يخرج متعادل غير ما يخرج مهزوم في اول شوط. مباراه حلوه، الفريقين على اعلى مستوى، التحكيم على اعلى مستوى، حقيقي مباراه مثاليه في كل شيء، والاهلي بيقدم مباراه طيبه وكذلك الزمالك. كل التوفيق للفريقين علشان نشوف مباراه طيبه. علاء زهران اهلي اوت سايد لصالح الاهلي، دقيقه ونص عن انتهاء الشوط الاول. المثير الجميل المتكافئ احمد اسماعيل، احمد خالد، ياسر نادر اهلي، طبعا كابتن عادل شرف قال لهم تمسكوا الكوره اكبر وقت ممكن وتفوتوا في اخر ثواني من ال 30 ثانيه. علاء زهران شاط وهو بيشوط جوه الباسكت ويعترضه اللاعب ممدوح باهي ممدوح موسى، فالباسكت كاونت ورميه اضافيه بتصبح النتيجه 39-34 لصالح الاهلي، وباقي دقيقه وتسع ثواني على انتهاء الشوط الاول ورميه اضافيه للاعب علاء زهران. شاط الرميه الاضافيه جوه الباسكت 40-34 لصالح الاهلي، وباقي دقيقه وخمس ثواني على انتهاء الشوط الاول. باهي زمالك، ياسر عبد الوهاب زمالك داخل الشوط جوه الباسكت جوه الباسكت 40-36 للاهلي، احمد اسماعيل اهلي. طبعا مصلحه الاهلي ان هو يخرج فايز بهذا السكور او بهذا الفارق، فعشان كده بيمسكوا الكوره اكبر وقت ممكن في 30 ثانيه، وخصوصا باقي 43 ثانيه عن ثالث الشوط. ياسر ابو الفتوح وشاط ياسر سلال احمد زهران على طول لباهي، باهي داخل ودى احمد عادل لباهي وداخل باهي وداخل يحط الكوره، برافو يا باهي، لاعب ناشئ حط الكوره جوه الباسكت 40-38 18 ثانية 15 ثانية. نادر اهلي، احمد خالد وشاط احمد ما جاتش لما علي الجنايني، انما في خطا شخصي ضد اللاعب ياسر ابو الفتوح يعترض لاعب من نادي الزمالك. هنشوف دلوقتي يستوجب رميه ورميه لصالح فريق الزمالك هيؤديها اللاعب احمد زهران. فرق نقطتين بين الاهلي والزمالك لصالح الاهلي، وفي رميه ورميه لصالح فريق احمد زهران. رميه ورميه ان جاب الاولى للحط في الثانيه، ما جابش الاولى تبقى الكره في الله، وباقي تسع ثواني على انتهاء الشوط الاول. احمد زهران هيشوط الاولى، الشوط الاولى ما جاتش بالكره في اللعب، لماها على طول نادر اهلي، احمد اسماعيل اربع ثواني، علاء زهران ثانيه، انما في خطوه زياده مخالفه، وباقي 2.1 من ثانيه، والنتيجه 40-38 لصالح الاهلي، وكره طويله واحمد زهران شاط وما جاتش، وينتهي الشوط الاول المثير الجميل بين الاهلي والزمالك، والنتيجه 40-38. استراحه قصيره عزيزي المشاهد، ونعود لننقل لحضراتكم الوصف الثاني للمباراه الخبره بين الزاكر عبد الوهاب الزمالك احمد عادل داخل، وهو داخل يشيلها للاعب احمد خالد من الاهلي بخطا شخصي يستوجب. هنشوف دلوقتي الحكم بيقول ايه، رميتين حرتين لانه كان في حاله تصوير. زي ما قلت لحضراتكم مباراه الشوط الاول كان تنافس وتكافؤ بين الزمالك والاهلي، وانتهى الشوط الاول بفارق نقطتين، ولسه الشوط الثاني وهنشوف. وطبعا ما حدش يقدر يقول ان المباراه انتهت ابدا الا بنهايه صفار النقاط. احمد عادل الشوط الاولى جت بره، وشاط الثانية جت بره كمان، إنما أحمد عداء زهران من الأهلي ياخدها، وفي واحد تخطى المنطقة المحرمة قبل ما توصل.
يوصل الكره من جمال الشيخ اوت سايد لصالح الاهلي. سيد صابر اهلي، ياسر ابو الفتوح، احمد اسماعيل، ياسر صاد جوه الباسكت، جوه الباسكت 42 38 لصالح الاهلي. احمد زهران زمالك، علي الجنايني، ممدوح علي الجنايني وهو داخل. علي الجنايني يعترض اللاعب احمد خالد بخطا شخصي او سايد، لسه ما كانش في حاله تصويب. او سايد للزمالك، احمد عادل، باهي ممدوح، ياسر، ياسر عبد الوهاب، باهي، علي الجنايني، احمد عادل، باهي. الاهلي بيلعب دفاع راجل لراجل. احمد زهران، برافو يا احمد، جوه الباسكت، جوه الباسكت 42 40 للاهلي. علاء زهران اهلي. الماتش باسكت هنا، باسكت هنا، متكافئ. سيد صابر، انما في خطا شخصي ضد اللاعب علي الجنايني، دفع اللاعب احمد خالد واكتسب خطا شخصي ضده. سيد صابر اهلي. احمد اسماعيل. راجل لراجل مع المساعده من فريق الزمالك. سيد صابر شاط من بره ما جاتش، لمها احمد خالد. علاء زهران شاط من بره ما جاتش، لمها احمد زهران زمالك. وعلى طول لياسر عبد الوهاب يشوف من بره الكوش ما جاتش، لمها احمد عادل وداخل يحط الكوره وقعدت تلف تلف ودخلت. جاب التعادل احمد عادل 42 الجميع. احمد اسماعيل اهلي على طول لياسر ابو الفتوح شاطها جوه الباسكت، اتحرك كويس ياسر تحت الباسكت على طول لياسر، لعب ماتش سريع ودخل ودخل يحط الكوره جوه الباسكت وخطا شخصي ضد اللاعب. هشوف ايمن الجوري قال ايه دلوقتي. الباسكت كاونت، الباسكت كاونت محسوب، وفي خطا شخصي ضد اللاعب رقم 11. الباسكت كاونت 44 الجميع. باسكت هنا وباسكت هناك، مباراه متكافئه، مش هنعرف مين اللي هيفوز بهذا اللقاء المثير المتكافئ الا في نهايه المباراه. احمد علاء زهران لاحمد خالد، حطها ما جاتش، جمعها تاني احمد خالد على طول لعلاء زهران وشاط ما جاتش. صراع صراع باهي حوالي ثلاثه، انما في الحاله دي ما فيش حيازه، يبقى جامبو لاقرب دايره في الملعب وهي الرميه. في تغيير دلوقتي، احمد زهران طلع ونزل هشام تعبان كابتن نادي الزمالك. في جامبو دلوقتي بين باهي ممدوح وعلاء زهران من الاهلي وباهي من الزمالك. ولما فريق الاهلي على طول لاحمد اسماعيل صار على عرض الفريق وعقل المفكر وداخل او الخط النهائي فتبقى اوت سايد لصالح الاهلي. اوت سايد للاهلي، احمد اسماعيل محل عليه ياسر عبد الوهاب، وتطلع لصالح الاهلي تاني. دفاع قوي، دفاع الزمالك قوي. احمد اسماعيل، علاء زهران، سيد صابر، ياسر ابو الفتوح،
ياسر بيموج وخد منه سام شعبان وخد منه تاني وصراع صراع تحت على العرض برضه مفيش كوره من استحياتك اي لاعب سواء من الاهلي او من الزمالك يبقى كوره سامبول رميه خط لاقرب دايره من الملعب تعادل وفاز 15 دقيقه و 55 ثانيه عن انتهاء المباراه بين الاهلي والزمالك على طول خدها في خطا شخصي ايمن الجول الحكم الدولي شاف احمد اسماعيل دفع احد لاعبي الزمالك فخطا شخصي جزء او سايد لصالح الزمالك باهي زمالك حسام شعبان ياسر عبد الوهاب شاط ياسر من بره ما جاتش لما سيد صابر على طول الكيلومتر احمد اسماعيل يا احمد خالد شاط من بره ما جاتش لما احمد عبد الفتاح لباهي وباهي داخل على الباسكت حلو قوي يا باهي حلو قوي 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 حقيقي دخل كويس قوي بشكل وجاه 46 44 للزمالك احمد اسماعيل اهلي علاء ظهران سيد صابر وداخل على الباسكت بيدافع عليه ولما احمد عادل وعلى طول عدى المنطقه الاماميه لباهي وباهي يكرر الدخله وفعلا كررها وما جاتش انما علي الجلال يحطها جوه الباسكت برافو يا علي دايما المتابعه مهمه جدا 48 44 للزمالك احمد اسماعيل اهلي الماتش حلو تاني وسفن علاء ظهران بيصوب كويس بيخش كويس واحمد اسماعيل مصوب ما وسيد صابر بينوه داخل وهو داخل في خط خطوه زياده تبقى مخالفه على سيد صابر او سايد للزمالك باقي ممدوح بيصور بايده اثنين قصه رقم اثنين هم عارفينها مع بعض حسام تعبان شاط من بره ما جاتش لما ياسر ابو الفتوح على طول للعقل المفكر احمد اسماعيل وده انما قطعها بقى وهو بقى دي بتاع الكوره يعترض اللاعب ياسر ابو الفتوح بخطا شخصي يستوجب اوت سايد لصالح فريق الاهلي الخطا الثالث لممدوح موسى باهي علاء ظهران اهلي سيد صابر ياسر ابو الفتوح شاط من بره جوه الباص برافو يا ياسر ياسر كويس قوي تحت الباص ياخد الكوره يحطها في كل صفه باهي ممدوح محل عليه احمد اسماعيل احمد عادل احمد عادل بيشوف من بره الكوف كان ياسر بره لما احمد اسماعيل اهلي وعلى طول على ظهران وهو داخل يحطها حسام تعبان يعترض بخطا شخصي هنشوف دلوقتي كان في حاله تصويب لا هو الحكم اللي هيقول اوت سايد لان ما كانش في حاله تصويب في تغيير دلوقتي احمد خالد خرج ودخل هاني شعيب من الاهلي اوت سايد لصالح الاهلي علاء ظهران اهلي ياسر ابو الفتوح احمد اسماعيل شاط من بره الكوس ما جاتش لمها باهي على طول كره طويله انما في خطا شخصي ضد اللاعب ياسر عبد الوهاب يعترض اللاعب سيد صابر وخطا شخصي ضده وده الخطا الشخصي الثالث على ياسر عبد الوهاب علاء ظهران اهلي وداخل وده ياسر وهو داخل ياسر خد خطوه زياده مخالفه قانونيه راني جوب باهي زمالك الماتش حساس واي كوره دلوقتي محسوبه على اي فرقه كوره ما زالت مع فريق الزمالك باهي داخل وشاط وهو بيجي بيشوط وفي فول وصراع والكوره اوت سايد لصالح فريق الزمالك لاعب ياسر ابو الفتوح بيحاول يعترض انما سيد صابر كابتن الفريق بيقول له مالكش دعوه بالحكم والعب ودي مظبوط
مظبوط ودي وظيفه الكابتن ياسر عبد الوهاب. كابتن بره جوه الباص، جوه الباص بثلاث نقط، بثلاث نقط تسريبه من خارج الطول، تصبح النتيجه 51 46 لصالح الزمالك. بيرد عليه احمد اسماعيل، ما جاتش انما في خطا شخصي ضد اللاعب ياسر، وهو الخطا الشخصي الرابع ولازم يتغير لان ده قوه بالنسبه للزمالك، فالمدرب لازم يستفيد بيه لاخر دقيقه في المباراه، وده شغل المدربين بقى. وفعلا محمد عبد الصاعد نزل بدل ياسر وطالع زعلان، انما الفاول خطا الصح دفع ايد اللاعب. التحكيم مظبوط والمباراه مظبوطه والحكمين ممثله كويس قوي، وان شاء الله هنتفرج على مباراه متكافئه جميله مثيره. احمد اسماعيل اهلي، علاء زهران، سيد صابر بينور، وصاب ما جاتش، هاني شعيب لماها ما جاتش، علاء زهران لماها ما جاتش، انما الكرة صراع ياسر مفتوح لما يأتي يا صراع اخيرا خدها هشام هو وعلي الجنايني لباهي لمحمد عبد الظاهر، بيمشي الكورة باهي زمالك، احمد عادل زمالك، هشام تعبان داخل الشوط ما جاتش، جوه الباسكت علي الجنايني كملها كله، برافو يا علي، برافو يا علي، لازم كده اي شوطه طوال يجي وراها فولو، وده اللي حصل. 53 46 لصالح الزمالك، وشاط هاني شعيب جوه، برافو يا هاني جوه الباسكت، هاني شاط طويل وجسمه جامد وبيحجز عشان الباسكت جامد، باهي زمالك بس حلو وجميل ومثير، واحمد عادل انما في خطا صح بالظبط، برافو يا ايمن، برافو ايمن النهارده هو عبد الغني ماسكين المباراه بالشعر 10 على 10. مفيش شك ان التحكيم له دور كبير في اخراج المباراه بصوره مشرفه. في تغيير دلوقتي، غيروا الكابتن عادل شرف مدرب الاهلي، غير احمد اسماعيل ونزل اللاعب حاتم، محمد عبد الظاهر زمالك، علي الجنايني، محمد عبد الظاهر، وصلت من بره ما جاتش، انما في لاعب ياسر دفع اللاعب هشام تعبان، يبقى خطا شخصي لصالح فريق الزمالك متمثل في هشام تعبان. في تغيير دلوقتي، ياسر ابو الفتوح، اربع اخطاء شخصيه على طول، الكابتن عادل عبد السعد على الشرف يخرجه على طول ويغيره، وباقي طالع يحط الكوره، وهو طالع يحط الكوره دفع اللاعب هاني شعيب خطا شخصي ضده، يبقى خطا شخصي ضد ممدوح، ضد باهي ممدوح. حاتم عبد اللطيف بدل احمد اسماعيل في الامريكا، علاء زهران، احمد خالد، سيد صابر داخل يحط الكوره ما خدش لماها باهي، انما الكوره تطلع من ايد باهي لصالح فريق الاهلي، اوت سايد للاهلي، حاتم اهلي، علاء زهران، سيد صابر ياخدها، هشام شعبان دي حته خبره، دي هشام واخدها كويس قوي، احمد عادل لهشام شعبان، محمد عبد الظاهر لهشام شعبان، وطالع بيهوش وطالع الشوطه جوه، برافو يا هشام، خبره بقى، خبره، اتحرك مظبوط بالرغم ان هاني شعيب جامد ومدافع عليه جامد، انما هشام يحطها. 55 48 لصالح الزمالك، سيد صابر، سيد صابر شاط من بره ما جاتش، لما هشام خبره Thank you.
شعيب، برافو يا باهي، ولرمية إضافية. تصبح النتيجة 57-50 لصالح الزمالك، ولرمية إضافية باهي كمان، وباقي على انتهاء المباراة 9 دقايق و40 ثانية. برضو ما قلتش بأي الفريقين فايز أو فاز أبدا، المباراة لآخر ثانية في الوقت. مفيش حد ضامن المباراة، ولا الزمالك ولا الأهلي، المباراة لسه في الملعب. وشاط رمية، برافو يا باهي، جوه الباسكت. 58-50 لصالح الزمالك. احمد اسماعيل نزل تاني، اهلي. اصبح الزمالك دلوقتي يلعب راجل وراجل ساقط ورا عشان يخلي الاهلي يشوط من بره، ونسبه التصويب ما تكونش زي الدخول. او فعلا شاط وما جاتش، يبقى في الحاله ديت يلم الكوره مش رايحين. فكر مدرب احمد عادل بيمول، وشاط من بره القوس، وجتها طلعت بره، لماها علاء زهران وداخل على الباسكت، انما شيلها له بقى، انما تخبط في رجل لاعب من الزمالك وتطلع اوت سايد لصالح الاهلي. هنا بقى شغل مدربين، ايه الدفاع اللي هو اخليه اكسر هجمات الفريق الاخر او المنافس. احمد خالد، هشام شعبان، باهي. النهارده باهي مقدم مباراه كويسه قوي. محمد عبد الظاهر، باهي. هشام شعبان وداخل على الباسكت، هشام ما جاتش، لماها علي الجنايني وشاطه ما جاتش، لماها محمد عبد الظاهر ما جاتش، لماها هشام شعبان، صراعه تحت الباسكت، لماها هاني شعيب، وعلى طول لاحمد اسماعيل بيشوط من بره، غير رايه، بيموه، انما بصها وحش لعلي الجنايني لهشام شعبان. شو هيعمل ايه؟ خد خطوه زياده، مخالفه. والحكم الدولي ايمن الجوهري حسب خطا فني على اللاعب هشام شعبان، لانه بعد ما صفر وقال له انت خدت خطوه وفي مخالفه، بدا يستمر ورمى كوره على الباسكت. خطا فني يستوجب رميتين حرتين. 58-50 لصالح الزمالك، وباقي 8 دقائق و27 ثانية على انتهاء المباراة. رميتين حرتين، احمد اسماعيل جوه الباسكت. برضو ما زالت الفاولات مهمة، وما زلت اقول مهمة. احمد اسماعيل صانع العاب الفريق النادي الاهلي، وشاط التانية، برافو يا احمد، برافو، جوه الباسكت. باهي زمالك، احمد زهران نزل دلوقتي بدل هشام شعبان، محمد عبد الظاهر، احمد عادل، جت في رجل احمد اسماعيل وتطلع اوت سايد، انما هنا اكمل ال 13 ثانيه من ال 30، مش 30 ثانيه جديد، ففاضل 13 ثانيه. لا، الحكم الدولي الجوهري قال لا، تعاد 30 ثانيه من اول، مظبوط. برضه لصالح الزمالك، احمد زهران، باهي، محمد زهر عبد الظاهر، وداخل، وهو داخل دفع لاعب من الاهلي بكتفه، يبقى خطا شخص ضده، فورسينج، بالرغم ان معاه الكور. في تغيير دلوقتي، نزل لاعب فراج بالنادي الاهلي، وخرج هاني شعيب. احمد اسماعيل اهلي، علاء زهران اهلي، وبيشوط من بره وما جاتش، لما علي الجنايني على طول لمحمد عبد الظاهر، شالها منه لاحمد، داخل احمد خالد وما خدهاش، وكره طويله وياخدها علاء زهران تاني، وفراج اهلي، علاء زهران، احمد اسماعيل اهلي، وبيبصيها لنادر، انما الكوره في حيازه علي الجنايني واللاعب فراج، يبقى جامبول، لانها ما فيش في حيازه احد من اللاعبين. علي الجنايني اهو اللي هيعمل جامبول مع اللاعب فراج فاروق من الاهلي.
رامي القفص جامبول في تغيير دلوقتي بقى طلع ادى مباراه طيبه بقى في الحبه اللي لعبه ونزل الشامع ابو سريع صانع العاب الفريق وعقله مفكر الاساس لفريق نادي الزمالك في خطا شخصي ضد اللاعب احمد اسماعيل دفع اللاعب محمد عبد الظاهر وهنشوف دلوقتي الخطا الشخصي رقم 3 على اللاعب احمد اسماعيل من الاهلي اوتسايد لصالح الزمالك وفي تغيير دلوقتي نزل سمير جوده اطول لاعب في مصر 2 متر و17 سنتي هشام ابو سريع زمالك احمد زهران محمد عبد الظاهر احمد عادل شاط احمد عادل سمير طلع خد الكوره برافو يا سمير جوه الباسكت فالباسكت كاونت ورميه اضافيه طويل محدش طايله 60-52 لصالح الزمالك ورميه اضافيه للاعب سمير جوده اطول لاعب في مصر شاط جوه الباسكت جوه الباسكت محسوبه 61-52 لصالح الزمالك والنتيجه زي ما حضراتكم شايفين على التلفزيون احمد اسماعيل مراقب محمد عبد الظاهر زمالك نادر لفراد انما الكره تطلع لصالح فريق الاهلي اوتسايد وفي تغيير دلوقتي ياسر ابو الفتوح اهلي نازل وطلع بداله فراد احمد اسماعيل اهلي بيمول وشاط وهو بيشوط اللاعب محمد عبد الظاهر دفعه بخطا شخصي هنشوف دلوقتي الكابتن ايمن الجوري الحكم الدولي هيقول ايه يستوجب رميه ورميه يبقى الخطا الشخصي قبل ما كان يشوط قبل التصويب طبعا فيها خطا قبل التصويب او اثناء التصويب او بعد التصويب وكل حاله لها حكمه وكل ده تقدير الحكم الشوط الاولى للحق في الثانيه 61 زمالك 53 اهلي وباقي 6 دقائق و40 ثانيه على انتهاء المباراه والشوط الثانيه برافو يا احمد نسبته 100-100 فاول شوتينج هشام ابو سريع هشام ابو سريع زمالك احمد زهران محمد عبد الظاهر داخل يحط الكرة وداخل يحط الكرة اللاعب علاء زهران يعترضوا بخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين دلوقتي الكرة في هذا الوقت من المباراة ذهب ما سيبش الكرة الا ما احطها جوه الباسكت او اخذ خطأ شخصي يستوجب رميتين او رمية في وقت مستقطع دلوقتي طلبوا مدرب فريق النادي الاهلي كابتن عادل شرف عشان يقول لهم النتيجة لصالح الزمالك 7 بونت ونعمل ايه حضر المباراة الان السيد اللواء حسنين عمران رئيس الاتحاد المصري والعربي وانا كنت قابلته اول امبارح وقلت له اخبار الدورة العربية ايه بالنسبة للاندية قال ان شاء الله ماشية من 15 لـ23 الشهر ده في مدينة حلب بسوريا الشقيق وسيشارك نادي الزمالك باعتباره بطل الدوري العام في العام السابق ونادي الاتحاد بطل الدول العربية كل التوفيق للفريقين سواء الزمالك او الاتحاد في الدورة العربية حتى يعود احدهما ببطولة او بكأس الاندية العربية حتى لا تخرج من مصر في دلوقتي رميتين حرتين للاعب محمد عبد الظاهر الشوط الاولى ما جاتش الشوط الثانية جوه الباسكت على طول احمد اسماعيل اهلي محل عليه محمد عبد الظاهر ياسر ابو الفتوح احمد شاط من بره ما جاتش لما سمير
على طول يديها لاحمد، احمد يهدي الملعب لان النتيجه لصالح الزمالك، فالمصلحه الزمالك تهدي الملعب ومصلحه الاهلي ان هو يسرع المباراه. احمد زهران، احمد عادل وداخل، وهو داخل في لاعب يعترضه نادر من النادي الاهلي يستوجب رميتين حرتين لانه كان في حاله تصويب. الرميه ورميه كابتن ايمن الجوهري علشان قال الفاول قبل ما يصوب على السله. رميه ورميه، احمد عادل انجاب الاولى للحق بالثانيه. الشوط الاولى جوه الباسكت، هنشوف الحكم هيقول ايه. كابتن عبد الغني في خطا شخصي ضد اللاعب احمد خالد، يبقى في خطا شخصي رميه ورميه، فهيشوط الثانيه بدون دفاع وشاط ما جاتش، وفي الخطا الشخصي لصالح احمد زهران ضد اللاعب احمد خالد من الاهلي يستوجب رميه ورميه. 63 54 لصالح الزمالك، وباقي 6 دقائق و4 ثواني على انتهاء المباراه. الشوط الاولى جوه الباسكت، من حقه يلعب الرميه الاخرى. زي ما قلت لحضراتكم الرميات الحره مهمه جدا في هذه المباراه لانها مباراه متكافئه واعصاب وبين قمه سواء الاهلي او الزمالك. لماها احمد خالد على طول لعلاء زهران، علاء زهران داخل وانت الكره لياسر ابو الفتوح. علاء زهران شط من بره ما جاتش، لما هشام ابو سريع تيجي في رجله او صعد لصالح الاهلي. علاء زهران اهلي، احمد اسماعيل وداخل احمد اسماعيل وما جاتش، لما سمير عملاق الزمالك لهشام ابو سريع بعقل مفكر وداخل على الباسكت يديها لاحمد زهران. حلوه 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 حلوه، عمل ان هو هيشوط، خد الدفاع معاه وراح مسقطها للاعب داخل من ورا اللي هو احمد زهران يحطها جوه الباسكت. 66 54 لصالح الزمالك، واحمد خالد اهلي لياسر ابو الفتوح اهلي وياخدها منه هشام ابو سريع، وخدها وهو ياخدها ما عداش ويديها له، وصراع لهشام ابو سريع لمحمد عبد الظاهر داخل على الباسكت، وهو داخل على الباسكت اللاعب احمد اسماعيل يعترض بخطا شخصي، وده الخطا الشخصي الرابع، ولازم مدرب الاهلي دلوقتي طبعا هيتحرك وهيغير لازم احمد اسماعيل لانه ده الخطا الشخصي الرابع، فلازم يستفيد بيه لاخر ثانيه. احمد خالد طلع دلوقتي ونزل بداله هاني شعيب، وهينزل سيد صابر. الرمية الأولى جوه الباسكت مهمة جدا، الرمية الحرة في هذه المباريات الحساسة المتكافئة. شاط ما جاتش، جت لأحمد لعلاء زهران ورجع الكورة أحمد إسماعيل أهلي هاني شعيب، وهو داخل هاني شعيب في خطأ شخص للاعب أحمد زهران. النتيجة 67 54 لصالح الزمالك، وباقي 4 دقايق و46 و56 ثانية على انتهاء المباراة. ولسه بقول ان المباراة كرة السلة دايما انا ما بطمنش ولا اقول مين اللي كسب الا بنهاية الوقت من خلال مقاطي المباراة. لاخر ثانية ابقى لسه مش بطمن. علي شعيب رامية ورامية انجاب الاولى للحق بالثانية، جاب الاولى للحق بالثانية. 67 55 لصالح الزمالك. وشاط الثانية جوه الباسكت، برافو يا هاني. 67 56 لصالح الزمالك. هشام ابو سريع زمالك، احمد زهران وداخل احمد زهران في خطا شخصي فورسينج على اللاعب احمد عادل، بالرغم ان محوش الكوره الا انه هو برضه ما يحاولش يحتك باي مدافع. هو دي كره السله. اوت سايد لصالح الاهلي، علاء زهران اهلي، سيد صابر، ياسر ابو الفتوح دخل يحطها
لماها احمد سهران لمحمد سهران زمالك وشاط جوه الباسكت. برافو يا محمد، برافو يا عبد الظاهر، برافو يا عبد الظاهر. احمد اسماعيل، علاء زهران، احمد اسماعيل اهلي، سيد صابر، علاء زهران، هاني شعيب، احمد اسماعيل شاط جوه الباسكت. برافو يا احمد، انما تحتسب بنقطتين لانها من جوه القوس. 69-58 لصالح الزمالك، وباقي 3:57 على انتهاء الشوط الثاني والمباراه. احمد زهران، محمد عبد الظاهر، احمد زهران بيشوط من بره القوس ما جاتش، لمها هاني شعيب، وهو بيلمها هاني شعيب محمد عبد الظاهر يعترض لاعب من الفريق الاهلي يستوجب رميه، ورميه لان نادي الزمالك ارتكب لاعبي 13 خطا شخصي في هذا الشوط. الكابتن عادل شارف مدرب نادي الاهلي بيقول لهم المفروض يعملوا ايه في المرحله دي. هو مغلوب بفارق 11 بونت، والمفروض بيقول لهم تعملوا ايه. في تغيير دلوقتي، هشام شعبان نزل، وياسر عبد الوهاب من الزمالك، وطلع محمد عبد الظاهر، و اللاعب علي جلال. شاط فاضل سيد، برافو جوه الباسكت للحق في الثانيه. وشاط الثانيه جوه الباسكت. فاولات مهمه جدا، مهمه جدا الفاولات. هشام ابو سريع زمالك، هشام ابو سريع داخل على الباسكت، وده سمير. يا 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 يا، وهو طالع يحط الكوره حطها في الحديده طلعت بره، وبعدين بدا يتعلق في الباسكت، فدي تبقى مخالفه فنيه تكنيكال فاول. اللاعب الحكم الدولي ايمن الجواري حسب خطا فني ضد اللاعب سمير جوده، ويعتبر الخطا الشخصي الرابع، يعني ضيع نقطتين وهيجيب نقطتين على فريقه، يبقى ضيع 4 نقاط. شاط احمد اسماعيل، ادي اول نقطه، يبقى دي الثالثه في اعتقادي لانه ضيع باسكت، ده كانت ايده جوه الباسكت. وشاط الثانيه اهو، ضيع 4 نقط لصالح الزمالك. هشام ابو سريع الزمالك، 69-62 لصالح الزمالك. الفرق بدا يزيد 7 نقط بعد ما كانت 13. هشام ابو سريع، هشام شعبان، ياسر عبد الوهاب، هشام ابو سريع، وداخل هشام، وشاط جوه الباسكت، جوه الباسكت. 71-62 لصالح الزمالك. سيد صابر وهو بياخد الكوره خد خطوه مخالفه، مظبوط خد خطوه زياده مخالفه. الحكام النهارده 10-10 ماسكين الماتش كويس قوي قوي قوي. تمنياتي في كل المباريات ان يكون التحكيم بهذا المستوى، اتمنى. هشام ابو سريع الزمالك، مباراه جميله ومتكافئه، والجمهور قاعد مستمتع بيها، وكذلك المشاهدين. ياسر عبد الوهاب شاط ما جت جوه الباص، سمير طبعا يعني بتراتيل صابعه كده حطها، لان ما شاء الله ايده فوق الباص بنص متر جوه الباسكت. 73-62 ياسر ابو الفتوح طلع يحطها ما خدهاش، انما في خطا شخصي ضد اللاعب سمير جود. الخطا الشخصي الخامس، ويترك الملعب ولا يجوز له اللعب، انما ينزل واحد بدال. ده احنا بنتعامل، احنا زعيم كله، وده ده كله، ده كله، وده شغل حاجه. وقت مستقطع دلوقتي، وقت مستقطع. في السادة الضيوف قاعدين مبسوطين، وانا شايف الكابتن فايز الزمر رئيس البرامج الرياضية في قناة ثانية قاعد بيشاهد المباراة، ومفيش شك اللواء حسين عمران وحسن شحاتة والاستاذ عادل لهيطة رئيس منطقة اسكندرية
والناس قاعدين سعداء جدا بهذا اللقاء المثير المتكافئ اللي بيمتع به المشاهدين سواء في الملعب او خارج الملعب. وشكرا للتلفزيون انه بيتيح الفرصة للسادة المشاهدين انهم بيستمتعوا بهذه اللقاءات الجميلة. وادي الطاولة المسؤولة عن ادارة المباراة وتسجيل كل احداث المباراة ثانية بثانية. مسجل ومقاطي و30 ثانية ولوحة اعلانات ومراقب ويراقب هذه المباراة الكابتن فكري نصر. هيشوط رميتين حرتين الشوط الاولى. برافو يا ياسر. وشوط الثانية جوه الباسكت مهمة جدا فاولات. زمالك هشام ابو سريع 73-64 للزمالك. ياسر عبد الوهاب. هشام شعبان. هشام ابو سريع بيمول وداخل وشاط ما جاتش لما عبد السيد على طول لاحمد اسماعيل لهاني لعلاء انما الكوره تطلع لصالح فريق الاهلي اوت سايد. اوت سايد للاهلي احمد اسماعيل لما علي الجنايني على طول لياسر. ياسر عبد الوهاب داخل على الباسكت ما جاتش لما هاني شعيب على طول وهو بيلمها اللاعب علي الجنايني يرتكب خطا شخصي يستوجب رميه ورمي. شعيب رامية ورامية انجاب الاولى جوه الباسكت جوه الباسكت. هيشوط الثانية جوه الباسكت 73-66 لصالح الزمالك وباقي دقيقة و 47 ثانية انتهى المباراة. هشام ابو سريع زمالك طبعا زمالك يهدي الملعب لان الاسكول لصالحه ويحاولوا يعني يستهلكوا الوقت. احمد ظهران هشام ابو سريع والاهلي لازم يضغط وفي خطا شخصي ضد اللاعب ياسر ابو الفتوح. طبعا تعليمات مدرب الزمالك دكتور اسماعيل سليم انهم يستهلكوا الوقت. خمس اخطاء شخصيه لياسر ابو الفتوح يستهلكوا الوقت بان يمرروا كتير وفي اخر سبع ثواني من ال 30 ثانيه يبتدوا يتعاملوا او يلعبوا لعب ايجابي على الباسكت ياخدوا فاول او يجي باسكت. والاهلي العكس المدرب الاهلي يقول لهم تضغطوا وتحاولوا تاخدوا الكوره ما تخليهمش يضيعوا او يستهلكوا الوقت. الشوط الاولى هشام ابو سريع جوه الباسكت دقيقة و29 ثانية انتهى المباراة 74-66 لصالح الزمالك 75-66 لصالح الزمالك وباقي دقيقة و26 ثانية والكورة مع فريق الأهلي علاء زهران لسيد صابر داخل سيد وهو داخل شالها له أحمد زهران بخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. هنشوف الحكم هيقول إيه. يستوجب رميتين حرتين لأنه كان في حالة تصوير. أنا أحيي حكمي المباراة الكابتن عبد الغني عبد الجواد والحكم الثاني أيمن الجهري لهذه المباراة. فعلا مطلعين المباراة متكافئة مباراة جميلة ما فيش غلطات يعني يكاد يكونوا ما غلطوش ولا غلط الحمد لله. هشام أبو سريع زمالك مش هيشوط طبعا لازم يضيع وقت. بيقول له بيعابي ورتب الفرقه بيقول له سيبوني انا عشان اقدر اضيع وقت. لهشام شعبان يستهلكوا الوقت دقيقه وخمس ثواني وباقي 15 ثانيه 14 ثانيه على 30. هشام شعبان في خطا شخصي ضد اللاعب ياسر عبد الوهاب
دفع اللاعب المدافع، فالكابتن ايمن الجوهري قال خطا شخصي ضده، الكوره في حيازه الزمالك، يبقى ما يشوتوش ولا اندوان، انما خرج خمسه فاول، وده اهو الفاول الخطا الشخصي الخامس. والدكتور اسماعيل سليم طلب وقت مستقطع عشان يقول لهم باقي 59 ثانيه والنتيجه 75 67 لصالح الزمالك، يعني الفرق 8 نقاط، يعملوا ايه في هذا الوقت الباقي؟ وبالمقابل كابتن عادل شرف يقول لبتوع لعيبه الاهلي يعملوا ايه، يبتدوا يضغطوا على فريق الزمالك علشان يحاولوا ياخدوا الكوره وما يخليهمش يستنفذوا باقي الوقت من المباراه. ما فيش شك ان هذه المباراه مباراه قمه ومباراه مستواها الفني عالي، وكل لاعب في الفريقين سواء في الاهلي او الزمالك ادى كل ما يمكن ان يقوم به في حدود امكانياته، والتحكيم هذه المباراه كان جميل وكان على اعلى مستوى في المباراه. احمد اسماعيل اهلي بيشوط طبعا من ثلاث بباص لهاني شعيب جوه الباسكت، 75 69 6 بونت لصالح الزمالك، انما في دفاع ضاغط من فريق الاهلي طبعا علشان الزمالك بيستنفس الوقت، وانما اثناء ذلك سيد صابر ارتكب خطا شخصي ضد اللاعب احمد زهران يستوجب رامية ورمي. اثنين واربعين ثانية على انتهاء المباراة. جوه الباسكت، برافو يا احمد، مهمة الفاولات الشوت الشوتينج دلوقتي او رميات الحرة. وشوط الثانية جوه الباسكت، 77 69، احمد اسماعيل اهلي وهو بقى ثواني على المباراة، 36 ثانية على انتهاء المباراة، سيد صاب بشوط بره القوس ما جاتش، لما هشام انما هشام وهو بيلمها دفع اللاعب علاء زهران بايده فيبقى خطا شخصي ضده، يستوجب رميه ورميه لعلاء زهران. النتيجه 77 69 زي ما حضراتكم شايفين لصالح الزمالك، وباقي 31 ثانيه و8 من 10 من الثانيه. الشوط الاولى ما جاتش، صراع تحت الباص لمها تاني، عايز شوت من ثلاث نقاط وما جاتش، لمها احمد خالد وبيرجعها احمد سيد صابر من بره ما جاتش، صراع، واحمد اسماعيل هيشوط برضه لازم من بره، وجوه دي جوه الباسكت، دي جوه الباسكت بثلاث نقاط، باقي 12 ثانيه، 77 72 للزمالك، وباقي معاه الكوره على طول لاحمد طهران، انما في ثلاث ثواني على لاعب من الزمالك، وباقي خمس ثواني والنتيجه 77 72 لصالح الزمالك، وخمس ثواني، احمد اسماعيل ثانيه، علاء زهران شاط انما ما تجيش، وتنتهي المباراه 77 72، ونقول مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي، وقدم مباراه طيبه جدا، وتمنياتنا للفريقين بمباريات ممتعه في بقيه الدوره. والى ان نلتقي عزيز المشاهد، لكم من تحسين عثمان اجمل المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.